عليكم، كيف صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ على خير، نتمنى الله تكونوا مزيانين وفي احسن الاحوال. كيف كتشوفوا الشتيوة؟ انا يلا خرجت والشتا بدات كطيح، ما حسيت بيه شي الشتا زعما كاينه، ما رديتش البال. المهم انا جبرتوني مشى من السوق، مشى متاخر بلا عجز صراحة. غدا عندي واحد كوموند، الو خصني اليوم نمشي نتسخر ضروري داكشي اللي خصني كامل ترمجة، انا خصني نمشي بجهة اخرى. المهم هانتوما معايا نمشيو نتسخروا نشوفو السوق نشوفو شنو فيه. شنو ياخذ صراحه ما كيكونش حتى هيدا، ما كيكونش السوق مزيان مزيان، ولكن عرفتوا انا طلعت في الطرام وعرفتوا السخانه ما سخاش نزل برا السد الحدود ملي دخلت وسط الطرام، السخانه بزاف، وهذا هو السبب باش كنمرضو حنا بزاف، هي ملي كتكون برا البرد وكنركبو في الطرام كيكون سخون بزاف. وصافي انا خلي شي بزاف على الشرب. المهم هانتوما معايا نمشيو للسوق ونشوفو شنو كاين، نشوفو الاجواء في السوق كيف، عن واش ما كاينش شي زعما مكرفسه بزاف على حساب الشتا، وهانتوما معايا. هنايا البنات جبرت هذا كيبيع هاد اللعيبات اللي كنشبروا بهم الماسك، عامل لهم ان نورو صراحه عجبوني، وتا الكاليتي ديالهم زيون ديال السيليكون. هذا البنات لتاني مره كنشاركوا معكم في الفيديو، هو اللي كيبيع ديك الورد الغوز اللي كان ديكوري به في المكله، حيتاش بزاف ديال البنات كيسقسيوني منين كتشريه. كنشري من عند هذا، كيكون في المارشي ديال الخميس وكيكون في لاباتوار، واكيد غادي يكون حتى في المارشيات ديال الاسبوع، يعني يقدر يكون، انا ما عارفاش بالضبط فين اللي عارفه، وكان نجي عنده نشري هنا في المارشي ديال الخميس وفي لاباتوار، وعنده كلشي البنات اللي بغيتوها كلشي عنده موجود. Thank you.
وهنا يا جيت عند القزر غادي نتسخر داكشي اللي خصني وغادي نمشيو بحالنا ان شاء الله للدار. وانتوما معايا. وهنا البنات من بعد ما رجعت للدار عملت كل حاجه بلاصتها. وهنا جيت باش نعمل هاد الوريدات في الفاز ديالهم. كيف شفتوا في المارشي كان واحد كيبيع هاد الورد، انا دوست قبل من حداه كانوا عامل لهم الثمن واش 5 أورو للبوكي ولا 2 ب5 أورو، ما بقيتش رديت البال. ومن بعد مشيت عملت دويره ورجعت جبرت وعمل لهم بانوغو، والناس كلشي كيهز هز هز صراحه، كانوا عنده بزاف ديال اللوينات والشكلات كلشي مشى يعني ما بقاش بزاف. شوفوا ما شاء الله الوريدات كيحمقوا يعني بوكي ديال الورد انوغو. انا ديت 2 وواحد عطاه لي في الاخر، كيبقاو غير يعطيوني الناس غير هزو هزو حيت ما خصهمش اصلا يرجعوا داك السلعه معاهم، خصهم ضروري اللي كيديوها. وصافي هاد الوريدات كنهديهم من المتتبعين ديالي كاملين وحده وحده. الصراحه كنشكركم بزاف بزاف على التفاعل ديالكم معايا وعلى التعاليق ديالكم زيونه، وشكرا بزاف الناس اللي كيخليو لي دي ميساج فريمون مزيونين. وكنرحب بالناس اللي دخلوا جدادين كاملين، سواء المغرب الجزائر تونس من كل دولة، وحتى الناس القدامين اللي هما معايا دائما وكيساندوني دائما كنقول لكم شكرا. ومرحبا بأي واحد كيشوف القناة ديالي أول مرة، كنقول له ما تنساش تابونا وتعمل زر الجرس باش تبقى توصل الجديد ديالي دائما فيما نبارطاجي شي حاجة جديدة نشارك معكم. شوفوا هذا ما شاء الله توا غزال حمقني، وحتى اللوينات انا اخترتهم فريمون مختلفين شويه على داك الالوان اللي يعني اللي متعودين عليهم دائما كنشوفهم. صافي هذا هو الورد اللي شاركت معكم، ودابا غادي ندوزو باش نوجدوا الكيش مع بعضياتنا. صراحه واحد الكيش ساهل، وهنا غادي تهناو ما تبقاوش تشريو ديك بات بريزي من الزنقه. الصراحه فريمون انا كنت كنشريها، ولكن من بعد صافي ملي اكتشفت انني جبرت وصفه مزيونه وبقيت كنعدلها وكتعجبنا بزاف، صافي استغنيت على هذيك ديال الزنقه. المهم المقادير اللي عندي هنايا، عندي 250 غرام ديال الطحين، عندي عملت شويه ديال البازيليك، شويه ديال الثوم غبره، شويه ديال بغيتو الزعتر، اي اعشاب منسمه عندكم عملوها. عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده، الزبده تكون بارده من الثلاجه كي شفتوها، وقبيصه ديال المليحه. وصافي وهنا كنجمع داك كنرمل داك الزبده مع الطحين يعني تترجع لهذا الشكل هذا. وهنا كنزيد كنجمع بالحليب، الحليب بارد، الحليب كي شفتوا عندي هنا تقريبا نص كاس، غير القياس اللي غادي نجمع به العجينه، ما تجيش خفيفه ما تجيش قاصحه بزاف. هذا هو القوام اللي بغيت انا تكون عندي العجينه، الصراحه سهله بزاف. فيها نعاود معكم المقادير، انا عملت على حساب واحد سينيه وحده صغيره، ماشي صغيره متوسطه. عندي هنايا 250 غرام ديال الطحين و 125 غرام ديال الزبده متلجه، تكون ماشي متلجه تكون بارده بزاف. وعندي شويه ديال الثوم غبره، شويه ديال البازيليك، شويه ديال الا بغيتو الزعتر، شويه ديال المليحه، وصافي ما فيها لا خميره لا حتى حاجه. وكنجمع بشويه ديال الحليب بارد. صافي هنا غادي نطلقها ترجع شويه رقيقه، ما تكونش غليظه ما تكونش رقيقه بزاف. صافي ترجع لهذا القوام هذا، وغادي نعملها في السينيه اللي غادي نعملها في الفران، ولا بغيتهم صغيورين
داكشي على حساب. ولكن هاد لاباط بريزي البنات كتجي غزاله 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 الصراحه. انا من نهار بديت كنعمل هاد يعني هاد الطريقه هادي هاد بات بريزي كنعدل راسي، ما بقاتش كنشريها من برا الصراحه. ما في الاول ما كنتش كنعرف، كنت كنشريها من برا وصافي تعلمت، ما بقيتش كنشريها مره. كتنسموها بايش ما بغيتو، كشفتو دابا كنعملها في الصينيه، كنعدل الحاشيه ديالها باش تبقى هكذا مجموعه، باش حتى ديك مي كتعمرها بالحشوه ما كتخرجش منها. هنا غادي نعملها بالفرشيط، غادي نتوكا شويه بالفرشيط هيدا كامله، وغادي ندخلها للثلاجه ونمشي باش نوجد الحشوه اللي غادي نعمل فيها. هنا غندوز نوجد الحشوه اللي غادي نعمل فيها. عندي واحد البصيله شحرتها مزيان، وغادي نزيد عليها شامبينيون، غنزيد عليها شويه ديال الثوم بودر، وشويه المليحه، وشويه ديال الابزار. صافي هادشي اللي غادي نعمل فيها. وغادي نزيد لها واحد شويه ديال معدنوس، بصفور ومعدنوس. صافي وغادي نبدا نشحر فيها حتى نشوف هذاك البصله وشامبينيون زعما طابو شويه، ما يطيبوش بزاف حيت باقي يطيبوا في الفران. صافي هاد باش غادي نعمرها. عندي بروكولي سلقته في الماء، عندي السومو، وعندي هذيك الحشوه اللي عملت ديال شامبينيون والبصله. هنا عندي بيطات عملت فيهم شويه ديال الربيع، شويه المليحه، شويه ديال الابزار. عندي لاكريم اللي غادي نعمل معاها. وصافي يعني ساهلين الصراحه، عدلتهم يعني في واحد وقت محدود، يعني ما كتسناها لا تخمر لا ترتاح لا حتى شي حاجه، عندك غير هاد البصله اللي كتشحرها صافي دغيا كتشحر في 10 دقائق كتكون واجده. صافي غادي نسرح ديك الحشوه من الداخل، انا ما عملتش بزاف، عملت غير شويه حيت باقا غادي نزيد نعمرها، حيت البصله وشامبينيو صراحه كيعطي واحد المذاق رائع. نتوما كتعرفوا السومو كيمشي مع الشامبينيو، كيجي بنين، والبروكولي. المهم هنا السومو اللي عملت انا سومو فخي، تقدروا تعملوا فيمي. السومو فخي قطعته انا على هذا الشكل شرائح بحال هيدا، وغادي نسدو السومو. ما عملت فيه حتى شي حاجه البنات حيتاش كلشي فيه العطريه، ما بغيتش نزيد له العطريه، ومع هو ديجا كيكون مالح شويه. هنا غادي ديك بيطات ولا كريم وهذا خلطته، وغادي نكبو عليه وغادي نزيد عليها الفرماج. من بعد كتدخلوها الفران، انا عملت على 180 درجه، وكتشعل غير تحت باش كيطيب هذاك العجين، حيت تقريبا الخضره كتكون طايبه شويه. كطيب ديك البات بغيزي يعني شويه من التحت، وعاد ديك الساعه كتشعلوا له باش كتحمر من فوق. صافي وهيدا كيكون الكيش ديالنا واجد، ساهل ماهل. وهذه هي النتيجه الاخيره، ما شاهدتكم كيجي روعه والله البنات. الا جربتوا هاد البات بغيزي والله ما غادي تبقاو تشريوها من برا. هي سي فري ماشي غاليه برا في المغازا، يعني لا بات بغيزي ولا بات فيتي ماشي غاليه، ولكن ديال الدار احسن حاجه هي هذه اللي زعما تعملوها في الدار. ما فيهاش المقادير بزاف وسهله، وتقدروا تعمروها بزاف ديال الحاجات. نتوما عارفين الكيش يعني فيه بزاف ديال الانواع ديال الحشوات اللي تقدروا تستعملوا فيها. وهنا كنقول لكم الصحه والراحه، نتمنى تجربوها، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش بلايك الفيديو وبارطاجي ولي كومونتير مزيونين ان شاء الله. نتلاقاو في فيديو جديد.